فريد، شكرا لزيد بن سالم بن دلوان مشاهدينا متابعينا الكرام، ولا اذكر الاسماء بعد لحظات. اذا مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاق ثالث الاشواط وهو الشوط الثاني لفئة البكار المفانين، وال 1200 متر هي الرحلة الذي تحتضن هذا الشوط. هنالك الصدارة في هذه اللحظات مع مبارك بن سالم المري مع اول المنطلقين، مصيحة مع صدارة الشوط مع اول المراكز، ولكن التغيرات في هذه اللحظات من قبل الضبية عطية بن مبارك العازمي تتسلل نحو صدارة الشوط، نقلة مباشرة مع ثالث المراكز تصلنا في هذه اللحظات. حاملة رقم 26 الذيبة لعبد العزيز بن جابر الشمري، من يصل مع ثالث المراكز افسح المجال يا مشاركين، افسح المجال من تصل في رابع المراكز. عزوة للسيد السيع بن فهد المهشوري تتسلل مع ثالث المراكز، المركز الرابع هنالك مهابة مشرف بن ناصر العبداني مع خرابع المراكز، المركز الخامس التواصل من مصيحة مبارك بن سالم المالي مع خامس المراكز. نعود مع صدارة الشوط، هنالك عزوة 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 الضبية وأيضا الذيبة، التواصل بين الثلاث المراكز الأولى، المنافسة اللحظات الأخيرة تحمل القوة، تحمل الإبداع، تحمل ثلاث شعارات، تحمل ثلاث فطاحلة مشاركة في هذا الشوط. إذا الصدارة هنالك مع عزوة السريع بفعل المهشوري مع أول المنطلقين هو الأقرب لناموس هذا الشوط. إذا تهانينا وألف مبروك للسريع بفعل المهشوري على فوز عزوة في المركز الأول. المركز الثاني تصل الذيبة للسيد عبد العزيز بن جابر الشمري، المركز الثالث التواصل بهذه اللحظات من الضبية للسيد عطية بن مبارك العازمي مع ثالث المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والف مبروك للسريع بن فهد المهشوري على فوز عزوة في المركز الاول، والى اللقاء مشاهدينا متابعينا الكرام مع الشوط القادم.